السيدة الرئيسة، السيد الكاتب العام، السادة عضوات وأعضاء مجلس العمالة، الحضور الكريم، كنبغي نزكي ما جاء في لسانكم من ناحية الأهمية ديال هذا المشروع واللي حنا صدقنا عليه في إطار برنامج تنمية العمالة، خاصة وأنه كيدخل في إطار التراث اللامادي العالمي، وهذه فخر للمغرب بأن تعترف فينا بهذا التراث ودخلنا في إطار العالمية واللي خصنا أن ندفعوا به القدام. غير هو الملاحظات ديالي فيما يخص مشروع الاتفاقية. أولا نبدأ بالمادة الأولى في الاتفاقية. المادة الأولى في الاتفاقية تقول بأنه تخضع هذه الاتفاقية على وجه الخصوص للمقتضيات النصوص التالية: القانون المتعلق بالتعمير، والقانون كذلك المتعلق بالتجزئات العقارية المرسوم بالموافقة على ضابط البناء. هذه كلها مسائل اللي كلها مرتبطة بالعقار. تساؤل المطروح ديالي هو حول وضعية العقار اللي غادي يكون في هذا المشروع ديال التبوريضة، الوضعية ديالو من الناحية القانونية. وكنزيد نأكد الكلام ديال السي هشام، وحنا واش اقتنيناه ولا واش طول الاقتناء؟ هذه تساؤلات اللي كنطرحوها، خاصة وأن المادة 4 المتعلقة بالمهام ديال بالمهام المخولة لشركة التنمية المحلية تمارا، أنها كتأكد في المادة 4 على أنها تقوم بالإضافة إلى الدراسة التقنية مجموعة ديال المسائل، واش هاد الشيء متوفرة ولا متوفراش. وهنا كنحيل على التوصية ديال التقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية اللي صدر في يوليو 2022، واللي عطى التوصيات ديالو على أنه ما يمكن ليناش نديرو أي مشروع عنده خاصة ويكون عنده وقع مادي على الميزانية إلا بعد تصفية الوعاء العقاري. هذه كسؤال أول. السؤال الثاني فيما يخص المادة 10 حول المهمة اللي كي المهمة اللي غتقوم بها صاحب المشروع المنتدب وهو شركة التنمية المحلية. يلتزم صاحب المشروع المنتدب بتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية في مدة لا تتجاوز 5 أشهر. 5 أشهر هنا كنشير في هذه المادة إلى ضرورة إضافة سريان هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية اللي كنتحدثوا عليها حاليا إمتى البدء ديالها؟ سريان ديالها، مدة الانتهاء ديالها راها في 5 أشهر. إذا هنايا راه سهلة باش نعرفوا الانتهاء ديالها، ولكن خصنا ضروري نعرفوا إمتى البدء. الملاحظة الثالثة تخص المادة 12. المادة 12 كتقول بأنه يحرر صاحب المشروع المنتدب عند التسليم النهائي للأشغال أو عند التوقف النهائي للمشروع. السؤال ديالي هو هل هناك احتمالية لتوقف المشروع؟ وبالتالي ما هي الحلول البديلة إذا ما توقف هذا المشروع؟ خاصة وأن احنا خصنا ضروري هذا المشروع ديال التبوريضة نخرجوه للوجود بهذه المعايير اللي ذكرتيها، وهي جد مشجعة لأن نريدو ندفعو بها القدام. المادة السؤال رقم 4 يخص المادة 20. المادة 20 تتحدث عن معاينة انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب. ونجي للفقرة ما قبل الأخيرة، تقول في هذا الإطار يعتبر تسليم الكشوفات النهائية ومحاضر تسليم النهائي للمشروع من طرف صاحب المشروع المنتدب بمثابة معاينة لانتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب. هنا كنحيلكم كيفما كنقول على سبق ليا وانتم في الدورة السابقة بأن هذا التقرير تدقيق العمليات المعاملية والمحاسبية لعمالة الصخيرة تمارا برسم سنوات 2019-2020 ما هو إلا مرجع فيمكن لينا نستندو عليه باش نتفاداو الأخطاء اللاحقة واللي صدرته وزارة الداخلية المفتشية العامة الإدارة الترابية ووزارة الاقتصاد المفتشية العامة المالية، حيث تقول
لأنه أعطتكم واحد الملاحظة أن الإشهاد على تنفيذ الخدمة وأدائها دون معاينتها أو التأكد من إنجازها، هذه المسألة ضروري تكون من اختصاص مجلس العمالة، لأن هنا التوصية اللي أعطاها لجنة التدقيق هي مخالفة لما جاء هنا أنه يعتبر كشوفات نهائية ومحاضر التسليم النهائي بمثابة معاينة. ضروري تكون عندنا لجنة المعاينة اللي كتقول بأن المشروع هذا في حالتنا إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم خرج الحيز الوجود. كتبقى مسألة أخرى، هناك أخطاء تخص المادة 17 والمادة 21. المادة 17 الفقرة الثانية تقول في حالة عدم المصادقة على هذه الوضعية تطبق أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. هنا ملي كنجيو كنرجعوا للمادة 22 كنلقاو أن هذه الإحالة على المادة 22 لا علاقة لها بموضوع المادة اللي هو التوقيف النهائي لإنجاز المشروع. فالمادة 22 كتقول يلتزم صاحب المشروع بطلب جميع التراخيص أو التأشيرات ذات الطبيعة الإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، ولكن هنا كنتكلموا على في حالة عدم المصادقة على هذه الوضعية تطبق أحكام المادة 22. كنظن على أنه خطأ كيتكلموا على المادة 21 وليست المادة 22 من أجل التصحيح. كاين المادة كذلك المادة 21 فيما تخص فسخ الاتفاقية في حالة التوقيف النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في المادة 16. إذا رجعنا للمادة 16 كتقول بأنه تتولى لجنة مكونة من ممثلين عن صاحب مشروع وصاحب مشروع المنتدب بتتبع الدراسة ولا تتحدث عن هنا كنظن انهم سيتكلموا على المادة 17 وليست المادة 16. كاين ديباراج في زارتيكي هذيك، وفي انتظار الأجوبة ديالكم على الوضعية ديال العقار عاد يمكن لي نكمل المداخلة ديالتي إذا كان نفس العقار اللي ربما خديت عليه فكرة هو موضوع هذه الاتفاقية، فإحنا عندنا مداخلات على هادشي وإيضاحات جديدة وشكرا. الأخير ديالي خرج فضفاض، علاش؟ لأنك يدافع على فكرة وهذه الفكرة راح كلنا دافعنا عليها على مشروع في التوريضة ومركب الإقليمي، الدليل على ذاك الشيء أن إحنا دوزناه في إطار برنامج تنمية الإقليم، ماشي ما دوزناش، ولكن حنا كنجيو التنزيل ديالو على ارض الواقع. واش حنا فعلا باغيين هذا المشروع يخرج لارض الواقع ولا ما باغينوش يخرج؟ حيت الا كنا باغيين فعلا هذا المشروع يخرج خصنا نبداو بدايه سليمه. اولا هذه الاتفاقيه كيف ما كيقول في المتاس حنا نلصق بالمنغلم، ما يمكنلكش تجي دير واحد الاتفاقيه وكتسني عليها صاحب المشروع الوغ صاحب المشروع باقي كاع ما تملكش الارض. هذه اول حاجه. ثانيا بناء على المعطيات اللي عرفناها هذا من خلال مداخلة ديال السيد النائب على ان هذاك العقار في موجود هو في حاله شياع، وكيف ما كتعرفوا الشياع فين عاد يمكن راه هنايا ملي اكد لي على الارض راه كاينه تصميم التهيئه، نزيد اشكال اخر من غير الشياع في تصميم التهيئه هذا سوق اسبوعي. اذا ها هو سوق اسبوعي خصك تبدلي من تصميم التهيئه المرتب اقليمي، هذا غادي يدير لنا فينا هو الوقت. ثانيا هو في حالة شياع وباقي كتملكو الدومين 15 هكتار، وانا تنقول لك 15 هكتار غير كافية لإخراج مركب إقليمي بهذه المواصفات اللي حنا بغيناها. الدليل على هذا الشيء أن الجديدة راه دايرين 30 هكتار على الباركينغ. باش بغينا إلا بغينا نديرو شي حاجة اللي هي في المستوى فجماعة سيدي كياز عيب راه عندها الاراضي موجوده ديال الدومين واللي هي صافيه واداره مع اداره ما لقاوش اشكال، علاش غنمشيو نحطو يدينا على واحد الارض اللي
داخلين فيها القافله ونبقاو الصراعات الوغ كو حنا باقيين كاع ما سلكناها. هذا العبث انا كنسميه، هذا العبث. حنا السيد الوالي مشكور على المجهودات الجباره وكيفاش انه في البدايه ديالو حارب بعض الاشكاليات ديال التعليم وحارب هذا، ونجيو نبداو عاوتاني بنفس الطريقه. واش حنا خصنا نتعاونوا معاه ولا خصنا نبداو بدايات متعثره؟ هي السيده الرئيسه، فهي كنا بغينا نخرجوا فعلا عندنا اراده قويه ان نخرجوا هذا المركب، فحنا يدينا معاه. وانا تنقول لك هذا مشروع متعثر من البدايه، راه ما عنديوش قياس على النقل المدرسي اللي بدا هكذا بدون علم مسير هذا المنتوره، وحنا دابا باقيين كنتخطوا فيه، ولكن هذا كيف ما كيقولوا مقدور عليه، راه حنا كنحلوه لان كيتعقل كيتصايب ابن المنقول. هذا راه كنهضروا على عقار، وعندنا انا عندك معطيات بناء على التدخل اللي جا به السي علان واللي حدد لي الفكره ديال المشروع في تينا، لان كان ما كنتش عارفه في تينا بالضبط وما اكدتيهاش انت. وإلا نتوما متأكدين بأن فعلا علاش ما تحددش المادة 3 المساحة الإجمالية للمشروع 15 هكتار؟ كنتحدثوا على 15 هكتار، وكنتحدثوا على التسييج ديالها، كنتحدثوا على التسييج ديالها، حنا ما تملكيناهاش وجايين هنا وكتقولوا في الميزانية تسجيل التسييج ديالها على غير 6 ديال المليون 60,000 درهم. واش الكلفة ديال 15 هكتار في نظرك عتاخد 60,000 درهم؟ هذا راه عنده وقع الميزانية، راه مستحيل أن حنا غادي نوافقوا على أنا كنطالب تسجيل هاد الإتفاقية، فهنا كلنا غنوليو في المحك، لا رئيسة ولا أعضاء ولا مجلس ولا سلطة محلية اللي هي السلطة الوصاية اللي عطرات هاد الشيء. راه حنا غنسخو جهنا، راه كنقولوها غنسخو جهنا، هذه بداية متعثرة، بداية خاطئة، ما موافق عليها لا المنطق ديال التعامل مع العقارات، ما موافق عليها لا الفرضيات اللي عطى بها التدقيق ديال المجلس، التدقيق ديال المالية، مفتشية الضرائب، حتى شي حاجة ما هي مبادئ جادة. السيدة الرئيسة حنا ماشي ضد المشروع، كنقولوها وكنأكدوها، حنا يدينا معاه، بغينا نخرجوا هذا المشروع للوجود، ولكن تكون التنزيل ديالو مزيان. أنا كنقولها وكنأكد عليها، هذه الإتفاقية هي الدراسة السابقة لأوانها. كيفاش؟ غادي نجيو للمادة 4 وكنقول إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، إنجاز الدراسات الهندسية، ألوغ أنا عندي العقار باقي على الشياع، والملف التقني واخا مشى للمحكمة وهو على الشياع، راه فيه تعرضات ديال الأغيار. وكيفاش غادير لي أنا هاد الدراسة ألوغ الحصة ديالي غير مفرزة، الحصة غير مفرزة، وكنقول دراسة هندسية، كي نخرج هاد لي بلون، واش عارفة ديك الأرض غتخرج ليا مشكودرة، غتخرج هنا، غتخرج هنا، لي زاكسيد اللي كاينين، راه مايمكنش. وتنجيو كنزيدو نتأكدو نقولو التسييج، ملي غتمشي تحطيها في الوعاء العقاري باقا ما صايبش تكون على يقين، ربما خاصنا نتوقعو المخاطر، ربما يوضو لنا الأغيار ويديرو لنا جريمة ديال احتيال ملك الغير، ماشي بعيد، حيت شنو هي الصفة القانونية ديالنا حنا؟ أن غادي ندوزو واحد الإتفاقية لشي عقار اللي حنا باقيين مكنتملكوش. فالله يجازيك بخير، خصنا نراجعو الأمورات ديالنا، منبقاوش غير نجيو نتلاحقو، راه هادشي هو اللي خلى العقارات وخلى هادشي ديال العديم وخلى هادشي كامل ديال التعمير هاد الفضيحة اللي كاينة، لا في الصحف لا في الأضرار. والسلطة ديال الوصاية راه واقفة على هادشي وخصنا نتعاونو معاها. كاينين أراضي ديال الدولة صافية، راه كاين واحد ديال الحريتي فيه 30 هكتار صافي ديال الدومين. هذا العبث أنا كنقول إلا مزال تيبقى هادشي، كنصبو العصا قبل المغرب، كان